تغليوها لي 10 دقائق 15 دقيقة، ولكن ملي تغليوها ما تصفيوهاش هذيك الساعة، تغليوها تخليوها تبرد في الماء ديالها، خليوها تبات كاع في الماء ديالها ما تتفسدش. وجدوا 5 لترات ما يفسدش ما يفسدش، كيبقى شهرين 3 شهور عام عامين ما يفسدش. طيبوه نتوما تحزموا طيبوه نهار وخليوه عندكم عام ولا 5 شهور ولا اسمع. انا بعض المرات كنوجد منه 3 لترات تيبقاو عندي كنشربوا انا كيشربوا الدراري الى حد الان ما تنعرف حتى بيدياتر الاولاد الحمد لله بخير. ما بلا ثلاجه بلا ثلاجه غير نخزنوه على الضو ما يكونش في الضو غير ما يكونش في الضو. لا عندكم شي حاجه ديال الطين عمروها وخلوها في شي قنت في الظلمه ما يفسدش ما يفسد. ديروا لها زيف على على فما عقدوه وصافي يصلح لاي حاجه. هذا الا كنتوا تشربوه دائما كتبقاو معافي ما كي ما كتقيسكم حتى حاجه. هو للان كنشجعوا عليه هو الناس ياخذوا هاد المسائل مع التغذيه ديالهم باش ما يوصلوش لحالات المرض. ماشي حتى يظهر عنده تورم عادي بدا يقول لك انا ما قداش ليا. ملي بغي الدواء بالعسل يتاكد من العسل واش عسل ولا سكر، ماشي بدا يكذب في الله سبحانه وتعالى يقول انا ديت العسل وها ما كاين لا شفاء لا والو. عندنا يعني المسائل ديال الاستشفاء بالعسل يعني ثابته. وعندنا حالات اللي المراه عندها 27 عام الان سرطان تدي توقف عايشه دابا 27 عام من وراء السرطان ما زالت تشقى ما زالت صحيحه بالعسل. حبه سوداء عندنا 5 كيلو زدنا فيهم 300 غرام ديال الحبه السوداء مسحوقه بقات تاخذ منهم يعني. وجات معها رمضان ماشي هذا رمضان، رمضان ديال 2000 جا مع رمضان خذت داكشي في رمضان وصامت يعني وتوقف يعني البزوله ديالها كانت ولات دايزه وجفت وتيكاتريزات المسائل ديالها وباقا الان عايشه يعني ما شاء الله. وهذيك الحاله ما ظهرت حتى ملي دارت البيوبسي كانت انا ما كنتش غندير لها بيوبسي لكن هي كانت دارت البيوبسي داها ولدا دارت البيوبسي كان عندها ستاد 3 ستاد جراوند 3 بالنسبه للاطباء راه تيعرفوا ستاد جراوند 3 صافي راه خرج السرطان مابقاش ستاد جراوند 3. ملي كيمن مورا جراوند 3 كاين الميتاستازي كيبداو يقلبوا على غدد اخرى كيبداو يقلبوا على فين كاين من ظفرانك حتى لشعرك. الطبيب كيبقى يبالبيك ياك ما كاينش شي تيمور اخرى الا ما لقى والو تيتاكد ما لقى والو كيديروا لك كوغرافي للكبد ياك ما يكون عندك شي حاجه من هنا كيديروا لي كوغرافي للكبد ياك ما فيه تيمور. ملي كيتاكدوا بان باقي ما كاينش تيمور عاد كيبداو الشفاء كيبداو الدواء. اما لو بدات عندك تيمور في بلاصه اخرى من غير هذيك القضيه ديال التدي ولا ما سميتو تيقول لك صافي راه بدا ما عندنا ما نديرو. اما تيقول لك تسنى وشري كفن وتناظر. الاعمار بيد الله نعم الاعمار بيد الله ولكن هذاك العمر نعيشوه معافين ماشي نعيشوه مرض. تعيش سليم نعم لو كان كانوا الناس لو كان غير بلاتي لو كان غير لي كير هذوك اللي كينقيو بهم سنانهم اللي كيحطوهم لك في الطابله كيشريوهم راه امبورتي هذوك تما راه كيجيبوهم من الخارج. لو كان هذوك على الاقل يصايبوهم العيدان ديال الزيتون الا كان بعدا نقصوا من 50% ديال التسوس ديال الناس اللي الان ها البروتيز ها البلومب ها الحديد ها الزيتون. الزيتون هذيك الاوروبيين هي الماده اللي كتقتل البكتيريا اللبنيه اللي كتسوس الاضراس كتقتلها. عندك البروبوليس ديال النحل واوراق الزيتون هذيك الاوروبيين كتقتل الميكروبات اللي كيسوسوا الاضراس. فإلا كان الاوراق الزيتون الناس يمضغوها عوض ما يخلوا اسنانهم بعيدا نعم. ولكن حتى اوراق الزيتون لا قدروا الناس يحكوا ينظفوا بها ولا يمضغوها كتحيد السنان ديال الفم وتعطي رائحه زكيه في الفم كتحيد السنان ديال 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 الاضراس. اكثر من ذلك لو كنتوا هذا الماء الزيتون اللي غليتوه ماشي غير تشربوه لو كنتوا غسلتوا بهم شعركم غادي تعيطوا عليا في التليفون تقول يلا ارحم الوالدين. حاولوا تغسلوا به حتى الشعر شوفوا شوف يعني شوف الطب الالهي كيفاش عمل. لان هذيك هذيك الكوير شوفيلي كانديدا هذيك الخميره اللي كتقتل الشعر هاد الاوروبيين كتحبس تساقط الشعر اللي كتسبوا الكانديدا. فعاود ما تشري المراهم وتشري من الفار من الصيدليه وتجي ديرهم تقول الشعر بقى تنتف واش باقي تيتساقط ولا لا. يمشي زيتون ماشي زيت زيتون لما لا. ولكن حتى الماء هذا الماء ديال الزيتون هذا تغسل به راسك فقط تغسل به راسك وتغسل به راسك مزيان وما تبقاش عندك لا كوير شوفيليتين ديال يعني خلاص. وحتى الشعر كيتحسن كيولي احسن من هذا يعني ما شاء الله. هذه امور كما قلت لكم هي بسيطه سهله جيده ممكن للناس كلهم يعملوا. ولكن يعني لما يكون انسان مقتنع انا قلت لكم شخص اقتنع كلمه قلتها في درب غلف اقتنع بها وجاب النحل في بيت ولا كينفع الناس عنده دابا اكثر من 260 حاله الان اللي متبعها يلا بدا في شهر 8 يلا بدا ومسكين تيجري ومتطوع وما شاء الله عليه هو عنده بعدا عسل جيد عسل جيد. هو تيقول الناس ما تاخذوش العسل غالي خذوا العسل الرخيص وحرام ما مخلط مهنا خذوا العسل ديال 11 مدريد وكلوه. هو تيقول الناس ما تشريوش الغالي هو تيقول ما تشريوش الغالي كيقول معدي الغالي ما تشريوش الغالي شريو الرخيص علاش باش يعمم العسل عند الناس.
يعني على ياكلوا العسل، ولكن الناس كيخلطوا عمل سيء بعمل صالح. يقول لك انا كما قضيش عليا، انا نعطيكم دابا يعني نظام تمشيوا عليه، تبتعدوا على المواد، على المواد السامه، المواد المصنعه، تاكلوا المواد الطبيعيه، ويكون معها الحبوب الطبيه، يكون معها الحلبه والشان السانوج، يكون معها حب رشاد، ويكون معها حبه حلاوه، زريعه الكتان. زريعه الكتان كتخفض الكوليسترول، كتخفض الكوليسترول، زريعه الكتان كتخفض الكوليسترول بشيء ملحوظ. وتاكلوا اللوز والقرقاع والتمر والشريحه والمسائل هذه فواكه جافه، ولكن ما يمكنش تاكلوا المواد الصناعيه فيها محفزات سرطانيه وتاكلوا العسل وتقولوا ما قداش، ما يمكنش. يعني ما يمكنش، خاص اولا تحبسوا يعني المصدر ديال المرض، المصدر ديال ديال ديال, ديال المصيبه، ثم تاخذوا دواء طبيعي نعم يقضي. التخليطه ديال العسل والحبه السوداء ما كاينش مرض ما تشفيش، ما كاينش، ما انا ما كاينش. الناس عندهم يعني كانت عندهم مشكل ديال قرحه معديه، كان واحد كيشكي من الغازات في الامعاء، غازات كيشكي لي انا يعني يتكلم بواحد الشكل انه يائس، وانا كنت نضحك، ولكن ما كانش خاصني نضحك، لان ملي تضحك عاوتاني الناس ما تياخذوش الامور معقوله. انا كنت نضحك باش يعني باش نوري بان راه شيء بسيط وسهل. هذاك الشيء علاش ضحكت، ماشي ضحكت ان الامر هين، لا. قلت له خذ حبوب ديال الحلبه في جيبك. انا كنهز معايا حلبه في جيبي، كتكون عندي في جيبي، كنبقى نضغ حبوب الحلبه. شنو فيها؟ سهله، خذ حبوب الحلبه. قلت له مضغ حبوب الحلبه، قال لي قلت له بعد اسبوع لاقوا فيك الغازات عيط عليا نجي نديك لفرنسا نداويك، نخلص عليك الطائره ونديك نداويك باش نوريه راه ازمه. يعني اتصل بيا هذا الشخص، اتصل بيا، اتصل قال لي انه ما بقاش عنده غازات، وهذا الامر يعني قال لي بهذه السرعه وبهذه السهوله. قلت لي صافي 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 كفى، المهم صافي ما بقاش غازات. قال لي قلت لي السلام عليكم، المهم على الاقل تكون مقتنع وتكون عارف بان كاين دواء. اللي عنده غازات ياكل الحلبه، ولكن ماشي ياكل مرتين يقول ما قداش، يتبع يتبع يدير معاها، لا قدر يزيد زعتر وعسل يكون احسن، يزيدوا معاها زعتر وعسل، ولكن الحلبه لوحدها كافيه للغازات باش تزول الغازات، كافيه جدا. ملي كيتموا لكم القشور ديال الرمان، كاين اللي كيدير القشور ديال الرمان على المعده كتنفعوا، كاين اللي ارتاح على القشور ديال الرمان كثير. ملي كيتقادى القشور ديال الرمان، علاش ما تاخذوش الوراق ديال الرمان؟ الوراق ديال شجره الرمان، الوراق كاين القشور، نعم، حتى الوراق ديال شجره الرمان هو نافع. الزيتون، الوراق ديال شجره الزيتون انفع من الزيتون، يعني هذيك الاوراق ديال الرمان فيها خمسات الاضعاف الكميه اللي كاينه في القشور، ولكن الناس غير ما كيمشيو كيعرفوا غير القشور، الرمان كيعرفوا غير القشور. اما الرمان شجره مباركه كذلك، العروق ديالها والجذر ديالها والقشره ديالها والاوراق ديالها والثمار ديالها كلهم مباركين، لان كاع الاشجار اللي جات في القران فيها نفس الخصائص. هاد المسائل هذه ديال الناس اللي كيشتكيوا من الكوليسترول، الا ما حسيتوا بلي، الا ما تحسوا والو في رمضان، العام فات قلت لكم في محاضره، الا ما تحسوا باي الم في رمضان، الا ما كتحسوا باي عرض في رمضان، فانكم معافين، ما فيكم والو، ما تبقاوش تخدشوا تقلبوا على التحاليل وتوليو مرة. الا ما حسيت والو في رمضان راكم معافين، صافي. الا تحبستوا السموم وتبعتوا نظام غذائي سليم يكون خير، ترجعوا للاصل ديال التغذيه، ما يصيبكم مرض. ما انا اضمن ان ما ان شاء الله ماشي الاطباء يسدوا العيادات، ها تبقى الجراحه وتبقى اي علي الا كانت عندك، ولا ما تخلعش منها. الا ما بغيتي تكب زيتون، كاين اللي كيتكب زيتون كتكب هذيك ما بقاش ياكلها، غير الا تكبت خلطها وكول فيها، ما شنو فيها يكون خير. حرك عاد خوي ولا جيب اوراق الزيتون وكلهم، يعني ما ماشي انا تكلمت على الصبغ، الصبغ كاين موجود، ماشي ما كاينش. اي طمعوا الناس في هذيك القطيره الموجوده في السؤال الثاني، ان القهوه العلماء كيجمعوا على انها مسببه للسرطان، ولكن كيقول لك القدر المسبب للسرطان هو خاصك تشرب 25 فنجان من القهوه في اليوم لمده 25 سنه علي. هذا كيبين لك على ان هي مسببه، لكن التركيز ديالها قليل جدا، قليل. هذه القهوه، فالقهوة مادة طبيعية، مادة